بالمحور السابق قبل الفاصل أكثر نقطة كانت بارزة ونافرة وملفتة للنظر هي موضوع النفاق والكذب لإرضاء المجتمع. مكملين بحوارنا رح نسمع رأي وتجربة حية من الحياة، صبية عاشت التجربة حتى ما نكون عم ننظر وعم نحكي هيك فقط نظريات. لما بيتعلق ماضي المرأة وحاضرها ومستقبلها بجزء صغير من جسدها وبيتحول لكابوس بيرسم هيدا الكابوس مصيرها. رنا امرأة رفضت انه تنقاس كرامتها بقطعة من القماش بتحمل شرفها وكسرت تقليد وعرف بعده لليوم بحمل المرأة عبء اول ليلة لانه الشرف مش بالتخت. خلونا نشوف ونسمع قصة رنا بهالتقرير. اسمي رنا نضر، عمري 27 سنة، تجوزت ب 25/2 وتركت بآخر شهر 6. ليلة الدخلة كان ناطر أمه بدها تشوف العلامة، لأنه هي إنه كعاداتهم بهمهم هيدا الشيء. أنا رفضت فرج إبراز العلامة لأمه كرمال هي العادات، أنا ما بتهمني، بهمني أنا زوجي يشوف هيدا الشيء، ما بهمني أمه، لأنه الشرف مش بنقطتين دم، الشرف هو بالأخلاق والعقل، لأنه في بنات ما بينزلوا النقطتين، ما بينزل دم، يعني مش من الضرورة أنه تكون هيدي البنت منا عذراء. لما ما قبلت فرجين إبراز العلامة راحوا صاروا يتهموني أنه أنا مني عذراء، يعني صارت تفتل وتدور تقله لزوجي أنه أنا مني عذراء، يقول لها لا أنا اللي أخذتها وأنا اللي شفت الإبراز العلامي. أنا ما خفت إنه زواجي تهدد بهيدا الموقف، لأنه أنا عارف حالي أنا شو، أنا لو ما واثقة بحالي بهيدا الشيء ما بوقف بهيك ووقف، وما بيهمني زواجي كله قدام شرفي. رفعت دعوة بالمحكمة وكان قرار القاضي إنه أنا عذراء واللي تزوجني هو زوجي، وهيدا الشيء أثبت بالمحكمة وسبب تيت لأمه ولديني كلها. ما كنت متصورة أوصل لهون، يعني ما كنت مضطرة كنت برر لحدا إنه أنا عذراء. الرسالة اللي كنت بدي أوصلها لأهل زوجي إنه هي الشرف منه لعبة عندهم، والشرف منه هو نقطتين دم، الشرف هو الأخلاق والعقل والضمير والثقة بالنفس، مش نقطتين دم. مصير هيدا الزواج هو الخلق، لأنه بدها تعمل أي شيء لحتى تخرب هيدا الزواج. فأنا كترت المشاكل وكبرت أكتر وأكتر من اللي أنا فيه، يعني كنت بشي وصرت بشي تاني، فكل ما الأمور عم تكبر أكتر من لزومه. فآخر شيء أخذت قراري إنه أنا أنزل أرفع دعوة خلع وإنهي هيدا الزواج. رنا أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. خلعتي زوجك لأنه كان ناطر منك علامة الزواج ليفرجيها لأمه أو علامة العذرية؟ مزبوط. ليه هالقد زعجك الموضوع؟ لأنه هيدا شرف، شرف عند البنت كتير بيقهر هيدا الموضوع، وأهم شيء بالحياة إنه البنت تحافظ على شرفها. طول ما هي بعد ما تزوجت شرفها بده يضل محفوظ. رنا أنت كان عندك علامة بعد أول ليلة؟ رفضت فرجيها لأمه لأنه كانت هي ناطرة هيدا الشيء، وأنا هيدا الشيء ما بهمني، لأنه عاداتها ما بتهمني، أنا اللي بهمني زوجي، زوجي شاف هيدا الشيء، شاف العلامة ومن بعده ما بهمني حدا. طلب منك إنه أمه لازم تشوف هيدا العلامة؟ إيه، بس أنا رفضت لأنه هيدا الشيء خاص فيني، ما بهمني حدا تاني يشوفه غير زوجي. حتى لو اتهمتي انه انت فاقده للعذريه وهيدا شيء مرفوض بمجتمعات، وزوجي وقف بهيدا الشيء معي لانه هو يلي تزوجني وهو اللي اخذني وهو اللي شاف هيدا الشيء، وطلع كمان رفع دعوى على امه بهيدا الشيء. رفع دعوى انا وياه طلعت وشاركني بهيدا الشيء لانه الغلط على امه مش علي. ما رح تحكيتيها، ما رح تفسرتي لها انه الشرف الله. مش بهالطريقه، حكيت لها بس هي ما كانت تستوعب هيدا الشيء، هن عادتهم انه بهيدي الطريقه
عادتهم انه كبنت انه بدها تشوف النقطتين الضم مش اكثر. مع انك يعني صبيه او سيده قويه واثقه من حالك، بس صوتك عم بيرجف، عيونك فيهم دمعه، يعني شو هالتناقض؟ لانه هيدا موضوع كثير بيقهر عند البنت كثير، مش شوي، لانه هيدا موضوع شرف، شرف عرض. اذا الوحده اتهمت بعرضها بشرفها هيدي صعبه جدا، جرحت كثير هالموضوع. اكيد اكيد جرحتني هيدا الموضوع كثير. شو اكثر كلمه اذتك؟ اكثر كلمه اذتني انه انت منك عذراء. كيتي شي مره؟ ضعفتي شي مره؟ اكيد وقت ما انجرحت بهيدا الشيء، لانه شرفي كثير غالي والشرف لا يقاس، لانه الشرف منه اي شيء. الشرف لازم البنت تضلها محافظه عليه، يعني هيدا اهم شيء عند البنت انه تكون محافظه عليه لهو زوجها ياخذها. لما قررت تروحوا على المحكمه وفرجيت العلامه لحماتك بالمحكمه، هون شو حسيتي حالك انتصرتي؟ اكيد، لانه انا فرجيتها انه انا شرفي بضله مرفوع ومدني رافع راس بي بشرفي. مسكت العلامه قلت لها شوفي اذا انت حابه تشوفي هيدا الشيء قدام طبيب الشرعي. شو كان موقف اهلك لما حطت بنتهم قدام هيدا الامتحان؟ رفعوا راسهم ببنتهم لانه شافوا بنتهم طلعت قد لهيدا الشيء، حافظت على شرفها. ليه وصلتي للخلع فيما بعد؟ ليه وصلتي للطلاق؟ من بعد هيدي الاتهام صارت كثير اشكالات لحتى وصلت للخلع. فاطمه كنت بدك تقولي شيء لرنا. ايه رنا، انا في عندي تناقض بحكيها، يعني مدري مياو مدري عاو، قالت الشرف مش نقطتين الدم، ورجعت قالت انه شرف البنت، شرف البنت مش بالبكارة مثل ما هي قالت، ورجعت قالت لازم يعني اذا انت شايفة انه شرف البنت لازم تحافظ عليه لوقت الزواج، ليه رفضت تفرجيه لحماتك طالما انت موافقة على فكرتها؟ لانه هاي العادات انا ما بتهمني، انا بهمني زوجي شاف هيدا الشيء. طيب وقلتي انه هيدي النقطتين الدم مش هن الشرف منهم هاي الشرف؟ معك، منهم الشرف. رجعتي قلت الدين هو الاخلاق، هي الدين الاخلاق، هي مش دائما الدين، في ناس عندها اخلاق وهي غير مؤمنه أكيد. وفي ناس عندها اخلاق متدينة. وهي متدينه، فما غير متدينه، فدائما ما نخلط الامور. اولا انت تناقضك وصلك للطلاق، مش شيء ثاني. لا اشكك بروايتك بس فيها شيء ما بعرف. انا ليه اذا انا بدي استخدم تقاليدهم وعاداتهم بدي ارفض اثبت لهم وارجع بعدين اثبت لهم؟ ليه بدي اثبت لهم؟ ليه بدي اثبت لهم بالمحكمه؟ ما اثبتت لها بالمحكمه لإلها شخصيا. شيرين بتحبي تقولي لها شيء؟ هي ما حق بشغله فاطمه، انه طالما ثبتتي لها بالمحكمه ليه خربتي بيتك وعملتي كل هالشيء؟ كنت من الاساس، لانه هيدا شرف. بفهم انه عندك، بفهم انا ايه؟ معك بهذا الموضوع، لأنه بعرف انه هيدا خصوصيه بينك وبين زوجي. انقهرت منه، بس طالما كنت حتثبتي لها كنت ثبتي لها من الاساس، كان حيكون راسك مرفوع. لانه هيدا كان ما بيهمني هذا الموضوع من الاول، كان يعني انت ما كنت متوقعه انك توصلي لهيدي المرحله. ما كنت متوقعه اوصل انه انا اجي اثبت لها 100%. بس لما ثبتي لها ضلت رافضه الفكره؟ جبروكي؟ لا. يعني لا ما حدا جبرني. طب ليش انا جبرت توصلي للمحكمه مثلا؟ انا اخر شيء خلص، طالما انت اخذي قرار انه بهمني جوزي بس المفروض تضلك على كلامك. جوزي بس بالنهايه كرمال ما تضل حط على عرضي وشرفي رحت عند طبيب الشرع واثبتت لها هيدا الشيء. شيرين سالتي رنا سؤال، انت فرجيتي حماتك علامه اول ليله؟ ما طلبت اصلا. رنا بدي منك لو سمحتي من خلال تجربتك تتوجهي لكل صبيه ولكل شاب يمكن مرقوا او ممكن يمرقوا بتجربتك، شو بتقولي لهم؟ بنصحهم انه ما يمرقوا بهيدا الموقف اللي انا مرقت فيه، وما يهمهم العذرية لأن العذرية مش كل شيء، الشرف بالعقل وبالأخلاق. تسلمي، هلا كنت محافظة على الشرف، بين بعت الشرف بربع كله. أنا لا ما بعته لأنه الشرف بعتيه عمي، الشرف والنقطتين الدم بهمه إنه زوجي العذرية. شو ولا كنت تقولين بتهمني والشرف؟ أنا الشرف بهمني، أنا الشرف بهمني النقطتين الدم، زوجي يشوف هيدا الشيء. جوزك له حق وغير جوزك، شو لك بأمه وبعمه؟ بدك تفرجيه للدنيا. شكرا لك رنا. مكملين بعد الإعلان الجنس قبل الزواج.